قناة الإمام الحسين الفضائية. بأطيب التحايا نحييكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعلى الود في هذه المحطات المتكررة والمتجددة، وهذه اللقاءات التي نجتمع بها على طاولة المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه لمناقشة كل الأمور الحياتية والاجتماعية والمشاكل التي تطرأ على المجتمع، والتي ببركات وتواجد ضيفي الدائم معي في حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد تقي الذاكري لإيجاد الحلول لكل ظاهرة اجتماعية قد تكون متواجدة في المجتمع. اليوم نسلط الضوء على مسألة مهمة وعلى قضية مهمة تحتاج أولا إلى جرأة في الطرح وجرأة في التصدي أيضا والاعتراف أيضا. ظاهرة مهمة نهى عنها المشرع الإسلامي ونهى عنها الدين الإسلامي ونهت عنها أيضا الحياة الإنسانية، هي ظاهرة العنف الأسري على المرأة والطفل أو ربما حتى في داخل الأسرة بين الأخوة. هذه من المشاكل حقيقة المعقدة والتي تحتاج إلى مصالحة وتحتاج إلى جلسة وتحتاج إلى عقد مؤتمرات اجتماعية أسرية للتخلص من هذه المسألة ومن هذه الظاهرة التي في الواقع تكاد تكون لحد هذه اللحظة هي موجودة في مجتمعاتنا العربية وفي المجتمع العراقي، بينما ربما في الغرب تخلصوا من هذه الظاهرة ولم تعد تكون موجودة أصلا أو ربما لم تطرأ على هذه المجتمعات. أرحب أجمل ترحيب بضيفي الدائم في حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد تقي الذاكري. شيخنا حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا وأخا كريما وعزيزا في حلقات هذا البرنامج. شكرا جزيلا، أنا كذلك أسلم على الإخوة والأخوات المشاهدين للبرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء الواجب يا رب إن شاء الله. فضيلة الشيخ، العنف الأسري، يعني كيف نقرأ هذه العبارة وكيف ندخل إلى هذه المشكلة الموجودة حقيقة؟ يعني ربما هي بس في مجتمعاتنا العربية، أنت من الشخصيات كثيرة السفر تتواجد دائما في المجتمعات الغربية، فياريت أنه نعرف أيضا هل أن هذه الحالة هي موجودة أيضا في تلك المجتمعات أم أنها انحصرت علينا فقط؟ لا، هي في الحقيقة نزوة موجودة في أغلب المجتمعات موجودة، بس النسبة تختلف. في المجتمعات العربية هناك تصور خاطئ أن الأب أو الزوج يتصور أنه هو الحاكم في الأسرة، بينما تحكيم العقل مطلوب من الزوج مو تحكيم الجسم. فكثير من الرجال، ونحن من الرجال، نتصور أن المرأة التي هي أسيرة بين أيدينا أو الطفل نتصور أنه بالضرب نتمكن أن نؤدبه. بل وهذه المشكلة أيضا موجودة عند الدول في الشرق الأوسط. مع الأسف عندنا في الحديث الناس على دين ملوكهم، فإذا الملوك أو رؤساء الدول استعملوا العنف مع الناس، مع الجماهير، مع الشعب، بطبيعة الحال هذا الموظف أيضا يستعمل العنف بالنسبة لما دونه. هذا الضابط يستعمل العنف بالنسبة للجندي، الجندي يستعمل العنف بالنسبة لما دونه. فهذه الظاهرة موجودة، نزوة، هي نزوة نفسية تطغي في المجتمع، لكن دائما كل الأديان يخالفون هذه التصورات، وبالأخص المذهب الشيعي في الدين الإسلامي ضد هذه الظاهرة ويحرم أي نوع استعمال العنف في الأسرة. بلي فضيلة الشيخ، عندنا يعني في هذا الموضوع عندنا جانبين، الجانب الأول مع الزوجة وجانب الآخر مع الطفل، يعني يا ريت أنه نعرف في بادئ الأمر قبل ما نقسمها. هي ثقافة يعني الرجل أو الأم، الزوج أو الزوجة. أنا شايف كثير أن الطفل إذا شوية يلعب الأم تضربه ليش ما تمشي، سواء كان صبيا أو كانت بنتا. فهذه المرأة من دون أن تعلم هي تعلم زوجها وتفسح المجال لكي زوجها يستعمل العنف معاها.
لأنه كل إنسان في الحياة يتعلم من الآخر. بل الإنسان في الحياة هو اسم الإنسان مأخوذ من الأنس، وإن قيل من الإنس ولكن في الحقيقة هو من الأنس. واضح. فالإنسان يستأنس بالآخر ويتعلم من الآخر. بل فعندما يرى الزوج أن زوجته تضرب الطفل لقضية تافهة، هو هم يتصور بأنه يمكن ضرب المرأة لقضية تافهة. لا، أنا قصدي في كلامي أنه عندنا نوعين نناقشهن، يعني كل واحد نناقش على حدة. نعم. أولا يعني نريد نعرف ما هي الحدود الشرعية بين الزوج والزوجة، يعني ما الذي يترتب على الزوجة وعلى الزوج أيضا في المعاشرة وفي حدود الحياة الزوجية بصورة كاملة. يعني ربما هي ثقافة قد تكون غائبة عنا، يعني مثل ما قلت حضرتك إحنا المجتمعات الشرقية، المجتمعات العربية مجتمعات شرقية. نعم. يتصورون أن المرأة هي جزء من الملكية الخاصة التي يمتلكها الرجل وبالتالي يعاملها كيفما يشاء، فما هي الحدود الشرعية؟ وبعد ذلك نرجع للطفل وبالنسبة قضية تعامل الأبوين. أتصور المرأة هي التي فسحت المجال لهذا التصور عند الرجل. يعني المرأة بإخلاصها بحبها للأسرة ولزوجها سكتت عن المظالم ولم تطالب بالحقوق، إلى أن وصلت الدرجة إلى إذا المرأة اشتكت على الزوج في المحكمة، الزوج يتصور بأنه هذا عمل جدا فظيع ويحاول يطلق المرأة لأنها اشتكت علي. أحسن. فيجي وربما الرجل تتحول أيضا منبوذة في المجتمع. يجي الرجل يقول شيخنا المرأة اللي تشتكي على زوجها هاي تنعاش. فأقول له أنت شوف من المقصر، المرأة هي كانت مقصرة، هي ضربتك لو أنت ضربتها. بل هي أساءت إليك لو أنت أسأت إلها. ثقافة المطالبة بالحقوق بالتي هي أحسن. زين. مو بالصراخ، مو بالعركة، مو بالمحاكم، بالمحبة. يعني الإسلام جاء وصرح تصريحا قويا من الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، والحديث موجود في كتاب الكافي الشريف الذي هو من أهم كتب الشيعة. في هناك الإمام الباقر يقول وهل الدين إلا الحب؟ المحبة، هاي ثقافة المحبة هي اللي موجودة في الأسرة، وبناء على هذه الثقافة يتكون المجتمع. طيب. يعني نرى الآيات الشريفة اللي واردة في موضوع الزواج كلها تدل على المحبة وتدل على الوئام وتدل على التواضع بين الطرفين. يعني مودة، كلمة المودة مذكورة في الآيات اللي مرتبطة في الزواج، جعلنا بينكم مودة ورحمة، مو فقط المودة. يعني فضيلة الشيخ، يعني خلي نفهم ما هي الأمور التي يعني تترتب على الزوجة في طاعة زوجها، وما الذي يترتب على الرجل أيضا في اتباع ما تطلبه من المرأة. أنا يعني قلت لك وأكررها مرة ثانية، يعني ربما نحن نفتقر إلى هذه الثقافة، إحنا قليلين ثقافة بهذا الجانب، وشرحت لك أنه يعني إحنا مجتمعات الشرقية مجتمعات ذكورية يطغى عليها هذا الجانب، فلذلك يعني وإن كنا نسلم بهذه الأمور لكننا لا نتبع هذه الأمور. هو في الأساس بس إحنا أريد أعرف من حضرتك، آسف المقاطعة، يعني ما الذي تطالب به المرأة للرجل؟ يعني شنو حدودها؟ شنو اللي تسويه؟ شنو الممكن أنه تطيع زوجها به؟ هو أكو حقوق للزوج على الزوجة وأكو حقوق للزوجة على الزوج. طيب. من جهة أنه كلاهما عباد من عباد الله، لا فرق بين الذكر والأنثى هنا. طيب. وكلتا الطرفين يعني الرجل والزوجة أمام الله نفس القانون ونفس الحكم، أكو مساواة في التكاليف والواجبات. طيب. إنما هناك حقوق لفضل بعضهم على بعضهم من القوة البدنية. يعني الرجل بما أنه كلف بأن يقوم بكل المهام، يعني المرأة في الشريعة الإسلامية في الشريعة الجعفرية في المذهب الجعفري المرأة سيدة المنزل، المرأة ريحانة. طيب. المرأة لا يجب عليها أي شيء إلا نقطتان. النقطة الأولى يجب عليها التمكين مع الزوج، أي التنسيق فيما يرتبط بوضع الأسرة، والشيء الثاني التنسيق فيما يرتبط بإدارة المنزل. يعني التنسيق في الفراش والتنسيق في إدارة المنزل. يعني مثل الشركاء، اثنين شركاء موجودين في محل يعملان،
فهذول لازم يكون بيناتهم تنسيق، واحد ما يقدر يبيع يبيع اغلى والثاني ارخص، واحد ما يقدر لا يداوم والثاني يداوم. طيب يعني بالنتيجه هناك قانون يجمع بين الاثنين. فضيلة الشيخ اريدها بشرح مفصل، يعني هسه النقطه الاولى تنسيق الاول اكيد هذا مفهوم ومعروف، التنسيق الاخر هو حتى الاول مو مفهوم ومعروف، يعني احنا في مجتمعاتنا تاتي المراه تقول بانه الزوج يطلب مني أشياء يراها في بعض القنوات. وهذه أنا ما عندي قابلية لهالموضوع، فهل الرجل إلى حق أن يطلب كل شيء يراه عند مثلا عند أخريات غير ملتزمات مثلا؟ النجابة إلها ثمن، يعني البنت اللي هي بنت أسرة مترباية على الأخلاق وعلى الفضيلة، هذه ما تعرف، هاي أول زواج إلها، ما تعرف بعض القضايا، يعني هي مو مثقفة جنسيا. واضح هي مو مثقفة جنسيا، فعلى الزوج أن يثقفها جنسيا خلال السنة الأولى. أنا دائما أدعو إلى السنة الأولى، أن تكون هذه السنة الأولى لا يكون أي قرار في الأسرة، إنما الطرفين كل واحد يكتشف الآخر. ما أتذكر إذا أنا ضارب هذا المثال عندكم أو لا، كل الناس كل البشر كل الذين يشترون سترة وبنطلون زي. يشترون بدلة سواء النساء إذا اشترينا بنطلون مثلا أو اشترينا جاكيت بالأخص اللي يشتري سترة وبنطلون، كلهم بالإجماع عندما يلبسون هذا القاط أمام المرآة، أنت تصور أول عمل يعمله الزوج يعمله هذا الإنسان ماذا؟ قد الإنسان يفكر بالقياس، لكن القياس هذا تفكير مو عمل. طيب إجماع الناس الذين يلبسون البدلة ويأتون أمام المرآة أول عمل يدخلون إيديهم في جيبهم، هذا أول عمل زين. وأحيانا هذا الجيب مخيط، يعني أول باب الجيب مخيط، فيخلي إيده يشوف ما ينزل، فيستغرب ليش، فينظر ليش يخلي إيده بجيبه، مع أنه يعرف بأنه هذه السترة جديدة، يعرف ما حد مخلي بيها فلوس، يعرف بأنه ما بيها أي شيء. طيب. هذا حالة الاستكشاف موجودة عند الإنسان. مثال آخر، عندما الإنسان يشتري بيت أو يستأجر بيت، أول مرة من يروح يشوف يفتح الكنتور، يفتح الأباجور، يفتح أي شيء بالمطبخ، يجي يفتح الكاونترات بالمطبخ. فهذا شنو يريد يعرف؟ هذه المرأة شنو تريد تعرف؟ المكان معروض للبيع أو للإيجار. طيب في المرحلة الأولى سلمنا أنه كل إنسان عندما يريد يستأجر أو يريد يشتري يحب يعرف شنو أكو بالبيت من إمكانات. بل لكن عندما راح وسجل العقار باسمه، يعني اشتراه سجله باسمه عند كاتب العدل، استلم المفاتيح، أيضا عندما يدخل إلى الدار يعمل نفس الأعمال الذي عملها في أول عندما رأى المكان. ليش؟ حب الاستكشاف، يعرف أنه بالبيت ما حد مخلي شيء، بس حب الاستكشاف بأنه هذا الكنتور عمقه شقد، طوله شقد، الملابس اللي أقدر أخليها ملابس لازم أطويها، لازم أعلقها. واضح واضح، هذا لأنه حب الاستكشاف. أنا أدعو هذا شلون سقطه على نفس هذه على الحياة الحالة الزوجية. أنا أقول نفس هذه الحالة في السنة الأولى من الزواج على الزوجين أن لا يتخذا أي قرار بالنسبة للأسرة إلا بعد الاستكشاف. طيب. يعني على الرجل خلال السنة الأولى يستكشف طاقات هذه المرأة وإمكانياتها وذوقها، وكذلك المرأة تستكشف نفس الأشياء من الرجل، وهذا أمر طبيعي، هذا حق للزوج وحق للزوجة. فإذا الزوج عرف خصوصيات الزوجة ما يحملها ما لا طاقة لها. إذا الزوجة عرفت خصوصيات الزوج، كمثال رفرض بعض الناس إذا أنت أجيت خربت نومه ما يتمكن، يعني أعصابه تتلف ويسوي مشاكل. طيب زين، إذا المرأة عرفت خلال السنة الأولى بأنه هذا عنده حساسية بالنسبة للنوم زين، فلازم تحترم وقت نومه. ممتاز. إذا هي عرفته بعد مو من العاقل أنه في وقت نومه تسوي ضوضاء بالبيت مع الأسرة. بلي. أو يعني تشيل التليفون تقعد على راسه وتشيل التليفون تحكي مع شخص آخر. فضيلة الشيخ إذا تسمح لي، إحنا اليوم نتكلم مع مجتمع كامل، يعني قد تكون الحالة الأولى اللي تكلمت بها حضرتك، يعني السنة الأولى يعني قد تكون انتهت، قد يكون هذا الكلام موجه للشباب اللي الآن في طور الزواج. لا لا لا، إذا فقط إذا تسمح لي، يعني الآن مع الأزواج اللي موجودين ويمارسون حياتهم الزوجية. نعم. يعني قلنا يعني جانبين المسألة، بيها جانب معاشرة
وجانب آخر جانب تعامل. نعم. يعني شنو الـ يعني المثال ضربته قبل قليل، الرجل يرى ما يراه سواء في يسمع من أصدقائه أو في المحطات التواصل الاجتماعي أو في المحطات الفضائية الكثيرة أو في أي جانب آخر، ومن ثم يريد إسقاط هذا الفعل على زوجته. الحالة الشرعية المؤسسة الدينية هل سمحت له بذلك؟ يعني أتمنى الإجابة، وخلي أنوه أنه رسائل الأس أم أس بإمكان كل الأخوة والأخوات المساهمة والمشاركة معنا عن طريق الأرقام اللي تكون ظاهرة أسفل الشاشة. أصفر النقطة مهمة، الشارع المقدس يقول نفس الكلام، المجتمع العربي يقول نفس الكلام، المجتمع الغربي يقول نفس الكلام. الشارع المقدس في نصوص كثيرة تتعدد المئات من الروايات أنصف الناس من نفسك. طيب الشارع العربي يقول خلي نفسك مكاني. الشارع الأجنبي يقول put yourself in my shoes، يعني تعال أوقف بحذائي. نفس التعبير، نفس المعنى، أنصف الناس من نفسك. نحن ننظر من الزاوية الشرعية، إذا الرجل ينصف لو كانت هذه المرأة زوجي وأنا زوجة ماذا كانت تعمل معي وماذا كنت أحب أن تعمل معي. والزوجة أيضا لازم تفكر بأنه إذا أنا ما كنت زوجة، أنا كنت زوج، كنت أتوقع من زوجتي ماذا؟ يعني التفاهم بين الزوجين أمر، يعني مسألة تكافلية، أمر ضروري. أولا كل واحد يفهم الثاني. هذا أكو فرد إحصائيات في بعض القنوات العربية أنا شفتها، أنه الزوج يسألون مثلا أفرضوا 1000 زوج، 1000 رجل يسألوه بأنه أنت ماذا تريد من الزوجة، فهو يقول إجماع تقريبا نسبة عالية، الزوج يقول أنا أريد أشكل الأسرة حتى يصير عندي إنجاب، يصير عندي سعادة بالبيت، يصير عندي استقرار. هاي النقاط الثلاث. أما نفس 1000 مرأة من يسألوها السؤال تجاوب مختلف، تقول أنا أدور على واحد يفهمني. الزوجة لا تريد كل شيء، تريد بس أن تفهمه، تريد من الزوج أن يفهمها. يعني شو تقصد بالفهم فضيلة الشيخ؟ شو نقصد بالفهم الآن؟ يعني الآن لما نقول الزوجة تريد شخص يفهمها، يعني طبيعة الفهم شنو؟ هذا طبيعة الفهم، يعني هل هي الفهم حالة معاشرة أم حالة استمرارية أم حالة إدارية في البيت؟ كل ما للكلمة من معنى. يعني مثل ما احنا نقول الزوج لازم الزوجة تلاحظ كل شؤونه، نفس الكلام الزوجة ايضا، الزوج ايضا لازم يلاحظ كل شؤون المرأة. مثلا كمثال، اذا انت دق الجرس عندك تليفونك بس شفته رحت الى خارج البيت، المرأة رأسا ستشك بك، هذا ليش راح؟ اما تقدر انت حتى لو كان بالبيت ضوضاء وما تقدر تجاوب التليفون تقول لها بانه هاي عمتي خابرتني، فتطلع برا هي مطمئنة بانه عمتك بخابرتك. والزوجة ايضا نفس الشيء، عندما تشوف التليفون تقوم تروح للمطبخ. ليش تروح للمطبخ؟ يعني الزوج يفكر بانه لا يكون هذه عندها فرد طلعة منا او مثلا او عندها فرد قضية، حتى واضح حتى لو ما يشك فيها يتصور انه هذه تتكلم ويا امها فيما يرتبط بالاسرة. فبناء جدار الثقة بين الطرفين هي الخطوة الاولى التي تتولد هذه الخطوة من بعد الفهم. النقطة الثانية أنه يتوالمون في الفراش. الموالمة في الفراش معنى ذلك أنه يصلون إلى الذروة في نفس الوقت. الزوجين اللي وصلوا إلى نفس الذروة في نفس الوقت هذولا تقدر تطمئن إلهم أكثر من 90% أنهم سعداء. طيب لكن إذا كان، أنا أضرب المثال على الأكل حتى إذا أكو صبيان كذا يلتفتون. إذا مثلا إذا زوجة جابت السفرة المائدة فرشتها وجابت الأكل، راحت تجيب ماي شافت الزوج بخلص الأكل وقعد على كتر، هاي ما تتهنى في حياتها أكيد، ولا تحصل حتى متعة بين أحسنتم. لذلك الفراش نفس الشيء، يعني لازم اثنيناتهم، وتعرف بأنه الرجل يستعد للعلاقة أكثر، يعني أسرع من المرأة. المرأة بما أن فيها زوايا عاطفية، المرأة تستعد بعد همسة في إذن، في همسة من الزوج في إذنها. يعني بس يقول لها أحبك هي كأنه تصير مثل السفرة الممدودة. طيب فمن يكرر الحب، من يعطيها بعض العبارات اللطيفة ثم يمارس معها العاطفة، فبالنتيجة هي تستعد. لكن استعدادها
مو نفس يعني تحتاج إلى مدة زمنية أكثر من الرجل. واضح. فهذا يحتاج أن الرجل أولا يكون عنده ثقافة جنسية. طيب. وثانيا المرأة تتعلم. المرأة تتعلم من الرجل لأنه ما يمكن أن تتعلم من غير الرجل. لا أكيد واضح. هذه بالشق الأول يعني ربما وهذا هو الموضوع. تأثير كبير على الشق الثاني. الشق الثاني فضيلة الشيخ اسمح لي. يعني احنا من خلال الاستبيان عدة استبيانات ومن خلال استعراض كثير من الآراء وطبعا هو الموضوع هذا حقيقة يحتاج إلى جرأة في الطرح وجرأة في التقبل أيضا وفي أن نشخص الحقائق. يعني صحيح احنا في مجتمعات محافظة لكن هي هاي القضية قضية شائكة ومعقدة بسبب الخجل بالتالي ما تثار هكذا نقطة ولا هكذا مشكلة خوفا من الحياء يعني حياء الناس يمنع لكن احنا بطريقتنا الخاصه. هذا كلام يوم امس. احسنت استقصاء عن طريق استقصاء أصلاً هذا الموضوع اللي تتفضلوه انتم اتصور بالمجتمع ما موجود الا في الارياف لانه وجود الانترنت وجود هذا التطور التكنولوجي الموجود حتى وان وجد فضيلة الشيخ فهو موجود بشكل سري ليس على الملأ ما يخالف الرجل وزوجته الزوج وزوجته يسوون سيرش بالانترنت بانه الزوج عنده هكذا مشكله ليست هي الوحيده اللي عندها هذا المشكلة من الزوج وليس الزوج هو الوحيد الذي يلاقي هذه المشكلة من المرأة هناك مئات الآلاف من الناس كانت عندهم هذه المشاكل هناك مئات الآلاف من الأطباء والأخصائيين كتبوا على الإنترنت وضعوا كتبهم على الإنترنت كتب كثيرة تقريبا نسبة أكثر من 70% من العالم كله الآن موجود في الإنترنت فضيلة الشيخ يعني احنا خلكون أكثر صراحة المجتمعات الشرقية يعني جزء مهم جدا في حياتنا هم أطباء يعني أخصائيين طب الأمراض النفسية كثير من الناس اليوم لما يصير عنده فد أي حالة تقول له راجع طبيب نفسي يصور أنه أنت تتهم بالجنون صحيح فلذلك هي مسألة تحتاج لها إلى وعي كمرحلة أولى الإنترنت يساعد على إعطاء ثقافة معينة سواء كانت في ثقافة الغريزة أو كانت ثقافة المعاشرة مع الزوج والزوجة أو كانت ثقافة التربية أو كانت ثقافة المطالعة أي شيء اللي يسمى يعني يجي تحت إطار الثقافة الآن تقدر تحصله في الإنترنت وتقدر تتعلم من عنده حتى بالصور طيب. يعني قضية مو فقط كتابة يعني حتى صور موجودة أفلام موجودة فضيلة الشيخ خلنا ننتقل للشق الثاني يعني قضية التعامل الإداري في البيت يعني اليوم شنو اللي ممكن انه الزوجة تطيع زوجها به وشنو اللي من الممكن انه باستطاعتها انه ترفضه وتكون محصنة شرعيا يعني حتى لا تدخل في اشكال شرعي شنو اللي يترتب عليها هو المحرم هو الخروج من هاتين النقطتين الخروج يعني؟ من هاتين يعني مثلا الزوج عنده فلوس بالبيت فالزوجة تشيل من فلوسه تعطي للفقير زين. اذا الزوج مو راضي ما يجوز هسه هذا الفقير كان قريبا أو كان غريبا ماكو فرق الزوجة هي أمينة لكل ما يمتلك الزوج طيب. أو تشيل مثلا طابخة هي أكل تشيل تطي صحن للجيران إذا الزوج مو راضي ما يمكن وكذلك إذا كان الملك للزوجة الزوج يعطي للآخرين أيضا ما يجوز يعني بالنتيجة إلا أن يتفقا على فرد نمط معين لذلك أنا أقترح مؤتمرات في داخل الأسرة سواء كانت طاولة مستديرة يعني زوج وزوجة يقعدون على طاولة مستديرة يناقشون قضية من القضايا لذلك سواء كانوا شباب أو وصلوا في مرحلتي أنا نفس الشيء يعني إذا أنا أفرضوا إذا أنا عندي راديو جايبي لي راديو وكل ما أدور على مونتي كارلو ما أحصله فبعد 20 سنة صديقي قال لي بأنه هذا المفتاح أنت لو تكبسه راح تحصل مونتي كارلو جميل جدا يعني بالنتيجة أنا بعد 20 سنة أبدأ من صفر لأتعلم كيفية التعامل مع هذه المرأة أو أتعلم كيف التعامل مع هذا الرجل فماكو مشكلة في السن الآن بالنتيجة الأسرة في داخلها أو على الهامش أو خارج الأسرة بالنتيجة كل إنسان يقدر أن يتعلم فالزوجة لازم تنسق مع الزوج فيما يرتبط بداخل الأسرة أو ما يرتبط بداخل الكيان الزوجي يعني مرة داخل البيت مرة مو داخل البيت ضمن الإطار العام يعني مثلا إذا هذا الرجل الزوج إذا كان إنسان محترم بحيث اللي الناس يشوفون ويدققون في زوايا حياته هسه هذه زوجة هذا الرجل هل يجوز لها أن تعمل عملا يضر باعتبار هذا الرجل لا يجوز
زين. وكذلك يعني العكس. فضيلة الشيخ أنا عندي أسئلة كثيرة جدا، والموضوع مثل ما قلت لك هو موضوع يحتاج له كثير من النقاش. أتمنى يعني حتى الأمثلة تكون مختصرة. يعني خلي أسئلك سؤال مهم جدا. اليوم الزوج يعني لما يمنع زوجته مثلا قبل يومين أو ثلاثة أيام، إحدى الأخوات اتصلت بينا قالت إنه يمنعني ما أروح إلى أهلي، أو ربما يطلب منها أمور يعني إنه ما ترحين للزيارة، أو هي تعصي بهذه القضية، تتصور إنه هذه الحالة هي حالة تابعة إلى مرضات الله، وبالتالي هي من حقها إنه تتصرف. يعني يا ريت توضح لي الحدود بنقاط. شوفوا حتى نعرفها ونفهمها. أنا استعملت عبارة التنسيق، هو في الروايات وفي المسائل الفقهية يذكرون الطاعة. أنا استعملت عبارة التنسيق ليكون أشمل. زين. إحنا عندنا المرأة عند العقد تقدر تشرط أي شرط مع الزوج ما لم يخالف القضايا الزوجية. يعني ما تقدر تشترط وياه عند العاقد أنا زوجتك لكن ما في غرفة النوم ما عندك علاقة وياي، ما تقدر تشترط هذا الشرط لأنه غرفة النوم من مستلزمات الحالة الزوجية. طيب. لكن تقدر عند العاقد تشترط عليه أنه زيارة الأربعين، أي وقت يصير زيارة الأربعين أنا أروح لزيارة الحسين، كما فعلت زينب سلام الله عليها مع عبد الله بن جعفر، بأنه قالت لأي وقت الحسين يريد يروح أي مكان أنا أروح وياه. الله سبحانه وتعالى ربط حق المرأة في تعيين الشروط ضمن العقد، ربط مع تاريخ الإسلام، ربط مع حادثة كبيرة مهمة في تاريخ الإسلام لا يمكن الإنسان ينساها، قضية الحسين. وقضية الحسين زينب هي البطلة التي لعبت أكثر من أدوار، لعبت الأدوار هذه كلها لإيصال ثورة الحسين وصوت الحسين عليه السلام إلى العالم وعبر قرون. فربط الإسلام هذا الموضوع بهذه الحادثة. فللزوجة أن تشترط. هسا إذا الزوجة ما اشترطت أنت عندك تقول بأنه القانون ما يحمل المغفلين. فإذا أنت الزوجة ما اشترطت بشيء معين يجب عليها التنسيق. التنسيق هو معناته اللي ترضي من قبل، تتكلم وياه ترضي. إذا هي تشتري ذهب شو تسوي مع الرجل؟ إذا تشتري ملابس شو تسوي مع الرجل؟ نفس الطريقة. فمو أنه والله هذا عبادة، حتى شراء الملابس عبادة. حتى شراء الذهب عبادة. يعني إذا الرجل اشترى ذهب لزوجته بناء على طلب الزوجة هذا قضاء حاجة مؤمنة مشروعة. الإسلام يأمر الرجل أن يقضي حاجة أخوه المؤمن. فهذه الزوجة بمثابة الأخ المؤمن، ماكو فرق، الأخت المؤمنة، الأخت اللي أكو بيناتهم عقد شرعي. طيب. فبنفس نفس الحالة، يعني ماكو فرق أن تقضي حاجة ابن عمك أو تقضي حاجة واحد غريب أو تقضي حاجة زوجتك، نفس هالأمور هذه كلها عند الله نفس المعنى. زين. يعني ما هي المساحة التي يستطيع الزوج أن يتحرك بها داخل المنظومة الشرعية في حالة حدث يعني أي أمر من الزوجة كان مخالف لرغباته أو كان مخالف لهواه؟ يعني هل أعطاه الشارع المقدس أو أعطته المؤسسة الدينية أن يوبخ الزوجة، أو مثلا يعني ما هي العقوبة التي تترتب على سواء كان إخلال في عقد من عقود الحياة الزوجية ما بيناتهم؟ يعني شوفوا الأب ويا ابنه شي يسوي نفس العمل يسوي مع زوجته. يعني إذا ابنه خالفه في موضوع ما، طيب، هذه المخالفة حرام، ولكن يجي ضربه العقل يقول لا، لأن الضرب يجرئ الطفل. فزوجته يضربها لا، ما يقدر، ما إلى حق. يعني لازم ينظر هو شنو يتمكن. الآن إذا أنا إصبعي صار بجرح شو أسوي؟ أتماطل وياه، أتعارك وياه، أتصارع وياه، أو أعالجه؟ إذا صار عنده استبراد شو يسوي؟ إذا صار عنده مشكلة بالبلاعيم شو يسوي؟ إذا عيونه صارت عنده مشكلة شو يسوي؟ يعني نفس القوانين التي موجودة في ملاحظة الإشكالات اللي تصير في الجسم، نفس القوانين هي تحكم بين الزوجين. يعني إذا أنا عيني أصابت فرد مشكلة أراجع دكتور أخصائي. طيب. أشرح الموضوع للدكتور الأخصائي ثم أستمع إلى كلام دكتور الأخصائي. فإذا كان جانب شرعي أتصل برجل دين اللي هو أخصائي في الجانب الشرعي، أستشيره بأن هذا العمل صدر من زوجتي، ماذا يحق لي؟ النقطة الأولى، الروايات تقول على الرجل أن يغفر لما بدر من زوجته.
النقطة الأولى هو الغفران سواء عند الرجل أو عند المرأة. صار تحديد بالذنب يعني لو يغفر كل ما يعني ما تقوم به الزوجة. هو إذا يغفر كل ما تقوم به الزوجة أفضل. ولكن قد يتصور المرء بأنه غفران كل ما تقوم به الزوجة تعطي جرأة للزوجة لتقوم بالكثير من هذه الأمور. لذلك أنا أعتقد بأن الطاولة المستديرة المؤتمرات إذا صاروا أكثر من اثنين فيقعدون بالليالي يناقشون ما يرتبط بالأسرة، أيام الجمعة أيام العطلة يناقشون قضايا كثيرة لكن بحب وبود. بالمناقشة شنو ما اتفقوا عليه حتى وإن كان ظلما، لكن إذا اتفقوا عليه يعني صار اتفاق بين الرجل والمرأة، يعني الزوجة قبلت هذا الظلم أو الزوج قبل هذا الظلم، ما لم يخالف الشريعة إلهم حق في المصالحة. مخالفة الشريعة شنو؟ يقول لها بأنه إذا أنت رحتي إلى كذا وكذا أنا راح ما أعاشرك جنسيا لمدة شهر. هذا الشارع المقدس يقول لها ما لك حق تتكلم هذا الكلام. يقول لها بأنه أنا أمنعش من تروحين إلى بيت أبوك. الشارع المقدس يقول ما لك حق هذا الكلام. إذا هي يعني تستطيع الزوجة بالذهاب إلى بيت أهلها بيت أبوها بدون إذن الزوج؟ لا، مع التنسيق. أنا أقول هذا لا يعتبر عقاب. التنسيق أولا. هسه إذا خالفت التنسيق في قضية ما يجوز للزوج أن يقطع أوصال الزوجة، يقطع أجنحتها؟ ما يجوز. خلي نفسه هو مكانها. هل إذا قالت له لا تروح بيت أبوك راح يقبل هذا الكلام؟ ما راح يقبل. زين، النقطة الثانية، هذا بالجانب الأول. النقطة الثانية، الزوج والزوجة لازم يعرفوا كل واحد من عندهم عنده أحاسيس وعنده جذور. طيب، فإذا أنا إجيت قصقصت بأحاسيسه أو قصقصت بجذوره أو منعت الماء من الشجرة، هذا بعد ما رح حتى إلي يفيدني، ما رح يفيدني أبدا. ما رح يفيد لنفسه، الشجرة رح تموت إذا أنا خليت لها نفط بدل المي. فما رح يفيد لنفسه وما رح يفيد لأهله. هذا الجانب اللي مرتبط بالأسرة. فالتنسيق الكامل، ما استخدم عبارة الشسمة الإطاعة في النصوص وفي الرسالة العملية كلها موجود، طاعة الزوجة لزوجها. طيب، هل أنا استخدمت عبارة التنسيق لأنه أكثر من الطاعة ودا أكيد وأكثر رحمة. يعني هو عادة التنسيق والحوار يقرب وجهات النظر، وحتى إذا كانت هنالك أي سخيمة أو أي تقاطع يتقرب. لكن أنت تعرف يعني فضيلة الشيخ، تعرف المجتمعات العربية التي تكون ذكورية يعني زيادة على اللزوم، يعني ما هي الجوانب التي يحق للزوج معاقبة زوجته بها، أو ما هي الأمور التي لا تترتب على الزوجة مخالفة الزوجة بها؟ الزوج فقط وفقط يقدر يطلقها، ما يقدر يعاقبها. زين، إلا بالمحبة. بلي، بالمحبة والوئام كل شيء ممكن. أما إذا غير المحبة والوئام ما إلى حق أي شيء بالنسبة للزوجة. طيب، في أي قرار، يعني في أي حالة باستطاعته أنه يتخذ هذا القرار؟ يعني هل وضع المقدس، يعني هل وضع الشارع المقدس أو الشارع المنظومة المقدس الدينية، هل وضعت ضوابط آية أنه أو يعني قالت مثلا من فعل هذا الفعل فعليه يعاقب بهذا الفعل؟ آية النشوز اللي واردة في القرآن الكريم تحدد الضوابط. هذا فيما إذا تحقق النشوز، والنشوز هو استعلاء الزوجة على الزوج فيما يرتبط بحقه في الفراش ولا غير. بلي، ولا غير. يعني إذا قالت له أنت جيب لي كل شيء واعطيني السكن المناسب وانطيني فلوس وكل النفقات كلها عليك وأنا بالفراش ما أنسق وياك، ما إلها حق. لأن ما دام الزوج ينفق، ما دام الزوج يعاشرها بمعروف، فواجب عليها أن تمكنه من نفسها. طيب، في غير هالحالة ماكو أي شيء ممكن واحد يسوي يجر إلى غير المحبة والوئام. فقط في هذه الحالة، هذه الحالة الشارع المقدس مخلي ثلاث طرق. طيب، كل واحدة من الطرق قد تطول 10 سنوات، مو كل ثلاثة في ليلة واحدة. أول شيء فعظوهن. الوعظ والموعظة يعني الكلام، الحوار، النصيحة. النصيحة مو يقول تعال يا مرة أنا أنصحك تسوي كذا، هذا مو نصيحة. النصيحة يعني تجيب لها شدة وريد
تشتري لها هدية، تعانقها، تقبلها، تعطيها المحبة، هي تبقى تمانع. هاي الممانعة بالحوار بالكلام وتطول. أنا أعرف بعض الأصدقاء 8 سنوات كان يتكلم مع زوجته إلى أن وصل إلى أن مكنته من نفسه. من يتحمل 8 سنوات عنده زوجة بالبيت وما عنده عشرة وياها؟ أمر صعب. لكن الشارع المقدس يحترم الاثنين هذول، كل واحد من عندهم شخص مستقل من كل الجهات. هل هنالك مساحة مختلفة بين هذين الاثنين؟ يعني مثلا يعني الزوج، احنا حقيقة حتى لا يصير الكلام فقط على الزوج، على الزوج انه الزوج من حق الزوج، من حق المرأة ايضا. يعني شنو المرأة، ماذا اعطى يعني الشارع المقدس للمرأة، يعني بحيث ما هي المساحة التي تستطيع ان تتحرك بها المرأة؟ نفس الكلام، إذا كان الزوج لم يعاشرها بمعروف، لم ينفق عليها، فالزوج ناشز. نفس الكلام اللي نقوله هناك نقوله هنا. يعني تتمكن المرأة من أن تنصحه، من أن تزعل وياه بالفراش، تتمكن إذا كان الرجل ناشزا بحيث لا ينفق ولا يعاشر بمعروف. هاي نقطتين أساسيتين في الأسرة، المعاشرة بالمعروف والإنفاق. إذا الرجل ما أنفق في الأسرة، المرأة تتمكن أن لا تمكنه من نفسها، تتمكن أن تزعل بالفراش، تدير ظهرها عليه. وحتى إذا لزم الأمر، الفقهاء يقولوا إذا كان التأديب هنا يصلح مع الاعتذار الكثير، تتمكن المرأة أن تؤدب زوجها. يعني أتمنى أنه أعرف كيف تؤدب، لكن بعد الفاصل. الزوج يحق له تأديب زوجته فيما إذا ما وصلت المرحلتين مع بال طويل. يعني فضيلة الشيخ، أتمنى تركز لي على هذا التأديب، وكيف أو ما هو التأديب، يعني كيف أنت تخرب بيتنا. لكن بعد الفاصل، لا إن شاء الله هي نطرح كل شيء حتى نخرج بفائدة. مشاهدين الكرام، أكيد نتواصل معكم في حلقة هذا اليوم، وهذا الموضوع المهم وهذا الموضوع الحساس. ربما هو يعني هنالك مواضيع قد طرحت مشابهة لهذا الموضوع، لكن نتمنى أن نخرج على أقل تقدير بحصيلة جميلة ونكون جريئين في الطرح أكثر. خليكم معنا لكن بعد هذا الفاصل. جولة أنفسية. إن العش الزوجي بناء مقدس، وهذا البناء المقدس يحتاج إلى حالة من حالات المتابعة والترميم وتقوية الأواصر بين فترة وأخرى. فكما إن هناك ما يسمى بعوامل التعرية في عالم الطبيعة، كذلك هناك ما يحد من الحياة الزوجية، فإن نفس مرور الزمن من موجبات التآكل من دون أي شيء آخر، كما في الحديث الشريف: الليل والنهار يبليان كل جديد. فطبيعة الأيام والليالي أنها تسلب بهجة الشيء، وكذلك الحياة الزوجية. لذا ينبغي تخصيص جلسات لصيانة العش الزوجي، يدرس فيها السلبيات والإيجابيات، لألا يتراكم من يوجب الانهيار. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله مرة أخرى. ها قد عدنا وإياكم كي نكمل ما تركناه قبل الفاصل. أرحب مرة أخرى بضيفي الدائم في حلقات هذا البرنامج، فضيلة الشيخ محمد تقي الذاكري، المفوض السامي لمرجعية السيد الشيرازي حفظه الله. قبل أن أرجع لك فضيلة الشيخ، أنوه لكل المشاهدين الكرام بالإمكان المساهمة والمشاركة معنا في حلقة هذا اليوم وموضوع هذا اليوم عن طريق جسور المحبة وجسور التواصل وأرقام البرنامج اللي راح تكون ظاهرة في أسفل الشاشة. فضيلة الشيخ، مسألة مهمة ذكرتها وأراك يعني لا تريد أن تصرح بها، تلمح فقط، لكن نريد ندخل في عمقها. كيف تؤدب أو كيف يؤدب أحدهم الآخر؟ يعني كيف يؤدب الزوج زوجته، وكيف تؤدب الزوجة زوجها أيضا؟ يعني هل القضية التأديب بالكلام أم أن هنالك ضرب في المسألة؟ لا، شوفوا، الضرب أساسا الضرب للحيوان مو للإنسان. طيب، الشارع المقدس لا يجوز ضرب سواء الزوجة للزوج أو الزوج للزوجة أو كلاهما للأولاد،
لا يجوز استعمال العنف بكل أشكاله. السيد الشيرازي حفظه الله عنده في آخر المسائل الإسلامية في المسائل الحديثة والمستحدثة يذكر هناك استعمال العنف في كل المجالات لا فرق. طيب. لا يجوز استعمال العنف في كل المجالات في المجتمع الإنساني. هذا بشكل عام. زين. نأتي إلى موضوع الفراش. شوفوا موضوع الفراش أساسا الرجل إش وقت يقدر يتنفس الصعداء حتى يتمكن يدير أسرة ويعمل براحة عندما صار عنده فراغ وهدوء داخلي. هذا الهدوء الداخلي يعني بعد العملية الجنسية اللي تصير بين الزوجين يحس الرجل باطمئنان نفسي ويتمكن مثل بطارية الهاتف يصير شارج يعني تعطيه أنت شحنة قوية للهاتف حتى يتمكن زي. الهاتف يعطيك خدمات. فضيلة الشيخ إذا تسمح لي يعني لماذا نحصر المسألة بالمشكلة الجنسية يعني هي يعني قد تكون مو واجب على المرأة غير الموضوع الجنسي يعني إدارة البيت أبدا مو واجب على المرأة. كيف يعني مو واجب يعني المرأة خاف الرجال يزعلون علينا أو زي. النساء يستعلن بلي هذه مناقشة يعني ماكو ما لازم واحد يزعل لا المرأة ولا الزوج بالنتيجة هذه قاعدة احنا قاعدين ومناقشة شوفوا المرأة ريحانة بلي ليس يجب عليها أن تطبخ في المنزل زين ليس يجب عليها أن تغسل ثياب الزوج ليس يجب عليها أن تكنس البيت زين ليس 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 كل هالأمور ليس عليها هي ما عليها حتى إرضاع الطفل طفلها هي زين. طفلها هي تقول أنا ما أنطي حليب الزوج من حقها يقول بلي الزوج يقول أنطيها حليب تقول ما يخالف أنا في المقابل أريد منك كذا زين لكن احنا ما ننصح يعني بهذا الطرح احنا راح نسوينا مشاكل في 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 الترجي الى موضوع لا لا الضارب انا مو احنا ما ننصح يعني زين. الشارع المقدس القرآن الكريم صريح انه مودة ورحمة يعني في مقابل الزوجة التي تتلطف في الأسرة الزوجة التي تعين زوجها على قضايا الأسرة طيب. هي المستفيدة الأول يعني أنت أفرض فرد أسرة المرأة تريد تمشي حسب الشارع بلي. ممكن يعني قبل المثال أخذ اتصال لأن الأخت تأخرناها معانا بما أنه إحنا نتيح اليوم للمرأة كل الحقوق الأخت أم حسين من ذي قار ألو يلا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته أهلا ممكن وسهلا. نعم فضلوا. بلي يعني تسألين هنا بالبرنامج؟ اي بلي نعم فضل. يسمع الشيخ تفضلي. تفضلي اختي بلي ام حسين نعم نسمعك تفضلي. انا عندي مساله ورجلي اريد اطرحها لك. ممكن عزيزتي تفضلي اختي الكريمه تفضلي. زوجي يعني كثير يتزوج هو متزوج لحد الان 9 بلي او انا صار لي 23 سنة ويا ما مرتاح يعني ظالمني ودائما يعوقنا ويطلع بالبيت واحنا بالايجار وما معد حقوقنا طيب وانا عم تطلب الطلاق من عنده وما جاي يطلبني نعم هذا السؤال اختنا الكريمة ان شاء الله نجاوب عليه نعم يعني اكو بعد اضافة على السؤال لو هذا الموضوع يعني مزوج تسعى كل وقت تبقى عندها سنتين يطلق يعني ما متحمل لا مسؤولية لا دنيا كلها حاسة علي بلي عمك عدت من عادتي بعد ما أرجع بلي 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 إن شاء الله تسمعين الإجابة يا أختنا الكريمة شكرا جزيلا الأخ أبو زهراء من واسط أيضا ألو أبو زهراء أخ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا حبيبي حياك الله أنا قلت حياتي سمحة الشيخ يحمد السلام عليكم عليكم السلام عن ضربة الزوجة مع الضرب أجل الزوج وأخذ من خاطرها وحصلت البراءة تزم هل علي شيء دفع دية أو كذا هل علي شيء يعني إذا كان هناك إحمرار أو تغيير لون في لون في مكان الضرب أكو علي دية لكن إذا لا مجرد إرضاعها وبراءة الذمة يكفي الشيء الثاني ما هي الحدود الشرعية اللي الحدود الشرعية لماذا؟ الحدود الشرعية ضربت نفس موضوع الضرب سنشرحه إن شاء الله راح نجي إن شاء الله أبو زهراء أحمد أروح
على الموضوع انها ولينا وايد قاعده تصير بالمجتمع ولو هي انقرضت بس لكن ان شاء الله النهاية إن شاء الله حاجة. أعتقد طرحناه هذا الموضوع لكن لا بأس إن شاء الله بالأيام القادمة إذا استمرت الحياة نطرح هذا الموضوع. شكرا جزيلا. يا حبيبي أبو زهراء، تحياتنا إليك. بلي فضيلة الشيخ، يعني خلي قبل الأسئلة أيضا أبو حسين من البصرة، يعني أنا أتمنى من الأخوة يعني اختصار السؤال حتى نقدر نأخذ أكثر عدد من الاتصالات وبعد ذلك نشرح المداخلات. ألو أبو حسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سهلا. أقدر أحكي الشيخ؟ تفضلوا. حبيبي تفضلكم. تفضلوا. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، أهلا وسهلا. الشيخ الله يرحمه والديك، أنا عندي ابن عمي متزوج بنت عمي. نعم. إيه، ما من حقوقها وذاك اليوم حضروا لها اللي يصلكها وإحنا ما قبلنا. مصرف ما ينفيها، يدفقها. زين بلي أي. انت يعني انت كابن عم شنو تقدر تلعب دور للاصلاح؟ نجاوبه بعد الاتصال. ابو حسين عزيزي، ابو حسين هذا 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 سؤالك، يعني شنو اللي تردون تسوونه انتم؟ اي يعني شنو نريد نسويه احنا؟ شنو بلي 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 يعني نوقف وين البنيه نوقف وين اخوه بلي نعرف وين هو بعض البنيه شيخنا تجاوبه لو تخلي بلي يعني خاف تحب نعم. السئلة يعني أبو حسين اسمع الإجابة. النتيجة إحنا أنتوا ماكو فرق سواء كانوا أقرباء أو غرباء، لا نتمكن أن نتدخل في الأسرة إلا للمصالحة إلا لإيجاد حالة تصالحية. يعني القرآن الكريم يقول نفر من أهله ونفر من أهلها، يجتمعون هذولا ينصحون الزوج أو ينصحون الزوجة، ينصحون الظالم حتى يترك الظلم. وإذا ما تمكنوا من الموضوع لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو تتطلق بالمحكمة ثم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، هذا إذا ما قدرت أن تصبر. الصبر هواية جيد، وأنا مجرب، عندي تجارب كثيرة. المرأة التي صبرت وتحملت المشاكل كان لها الحظ الأوفر في المستقبل من جهة حفظ أولادها، من جهة حفظ الأسرة، لأن البديل يعني وجود المرأة من دون زوج في المجتمع مو أحسن من وجود الزوج الظالم. احنا ما ندعو الى ظلم الزوج ولا ندعو الى الخضوع امام الظلم، ولكن البديل اللي المجتمع يتعامل مع الزوجة المطلقة يتعامل بشكل سيء. بلي بلي فالبديل بلي لم يكن جيدا. بلي بلي. شكرا جزيلا الاخ ابو حسين، ان شاء الله كانت الاجابة واضحة من فضيلة الشيخ. اذا عندنا اتصال اخر اخذه، ابو علي من بابل. ابو علي تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام إلى فضيلة الشيخ. عندي سؤال. بلي. المدة الزمنية للمعاشرة بين زوج والزوجة اللي من بعدها يعتبر هجر للزوجة، يعني بلي. الواجبة وكذلك الواجبة على المرأة بنفس الوقت. بلي. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا شكرا الأخ أبو علي. إذا عندنا اتصال آخر. بلي فضيلة الشيخ أرجع لك. وإذا كان أي اتصال آخر من الأخوة ممكن يحولوا لي. الأخ أو الأخت أم حسين يعني قالت أن يعني عندها زوج كثير الزوجات وبالتالي يعاملها معاملة يعني معاملة رديئة جدا. إحنا يعني ما هو الحل؟ نحن والواقع، الواقع الجانب الشرعي ما عنده سلطة قانونية بل. لتطبيق الحكم. طيب تبقى المحاكم الرسمية، يجوز للمرأة التي ظلمها زوجها ضربها، لأن الزوج اللي يضرب زوجته ما يستحق هذه الزوجة. احنا حسب المدرسة الشيرازية الزوج الذي يضرب زوجته ما يستحق هذه الزوجة. نعم الزوجة إذا تتمكن من الصبر، إذا تتمكن من استخدام الطرق النسائية لجلب محبة الزوج فهذا هو الأفضل. بلي. وعند الله لها الأجر الكثير والعظيم. وحسب الروايات هي عاملة من عمال الله. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يخيب عاملة. بلي. هذا حسب الروايات. طيب. إذا تتمكن أن تصبر فهو الأفضل. وتتمكن من طرق مختلفة، تستعمل الطرق النسائية بلي. لكسب وده لكسب محبة محبته.
بالتجربة ثبت أنه خلي أخذ اتصال فضيلة الشيخ. آسف اليوم قاطعتك كثير، تحملني. الأخ علي من البصرة، ألو يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالسؤال الشيخ فلاح أحمد. تفضلوا. تفضل يا حبيبي. تفضل. الشيخ أحمد رجال مريض في حالة نفسية، وهاي الحالة النفسية تصير العصبية مرات، يعني أفقد أفقد إذا شفت شيء شلون ما كان أحاول أمنع عروسي ما أقدر. طيب. والغضب كله تبين على زوجتي، تحول يا عم الضروب يا عم. وبعد ما بعد تقريبا دقائق وهات من تخلص المشكلة وارتاح أحس روحي أنا نظام الزوجة وأحس بزين كثير وأحاول شلون ما كان أردنها، ومع العلم أنا رجال مريض بحالة نفسية وأشرب علاجي وكل هذا، وما أعرف شنو الحل، شنو موقفي، شنو إن شاء الله تسمع الإجابة يا علي. شكرا جزيلا لك. هذا الأخ يعني إذا كانت زوجته الحالة كان يقبل، إذا كانت زوجته مريضة وتضربه مثلا بلي. راح نأجل راح نجاوب إن شاء الله بنهاية الحلقة. الأخت هديل ايضا، اختنا الكريمه هديل من البصره، الو يا اخت هديل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني حابه استفسرك شويه. بلي. احنا مضروره من البصره، ورحت يعني راحت يعني تكسر يعني السيد ودزوها وقالت لي انه هي مريضه مضروره وهي اختها. هديل 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 اختي اذا تسمعيني، يعني الصوت ما قاعد افهم الكلام اللي تقولينه، يعني صوتك مو واضح. انا من البصره. طيب بلي انت من البصره، شنو المشكله؟ قطع الاتصال مع الاخت هديل. خلي ارجع مره اخرى الى الاسئله. بلي بلي ان شاء الله. يعني فضيله الشيخ بقت عندنا 5 دقائق فقط من الوقت، يعني يا ريت انه خل نبدا من الاخير، من الأخير. علي. بلي. علي مريض نفسي وبالتالي بل يشعر بهذا الذنب، لكن اولا لازم يعالج نفسه. اذا ما عالج نفسه لازم عن طريق الهدايا او طرق عاطفيه يرضي زوجته، لانه اذا زوجته كانت مريضه هو ما كان يروح يتزوج واحده ثانيه لو كان يتزوج. بلي. إذا كانت الزوجة مريضة. طيب. والرجل ما يتحمل هذا الحالة، شان يسوي؟ الشرع يتيح للزوج فضيلة الشيخ، الشرع اليوم يتيح للزوج أن يتزوج، بس ما يتيح للمرأة أن تتزوج. لا، يعطي الحق للمرأة أن تطلق نفسها، ما يخالف. يعني الزوج إذا ما يتمكن، أنا إذا ما أتمكن أنا أحصل شغل أروح أبوق من أموال الناس. طيب إذا 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 كان أكو حب يعني بين الطرفين، لكن إذا أكو حب فلازم لازم يرضيها بطرق مختلفة. هذا لا شك أنه يعني ما يقدر، المرض مو هو حق، ما يسوي له حق حتى يظلم الآخر لأنه أنا مريض. يعني فضيلة الشيخ أكو بعض الأمراض، يعني هو بعض مثلا أمراض الصرع، يعني بعض الأمراض اللي ما إلها علاج نهائي. الزوجة شنو ذنبها؟ زين شنو الحل يعني هو أمام هاي الإشكالية؟ إما يسوي وياها تراضي عن طريق شراء هدايا، طرق محبة، يسوي تراضي، وإلا لازم يطلق صراحة. الشرع ما يخلي له مجال للظلم. بلي. السؤال اللي كان قبل الأخ أبو علي حول موضوع الفترة الزمنية للمعاشرة. بلي. يعني قال شنو الفترة الزمنية اللي تعتبر هجر للزوجة؟ الهجر. بلي. أحسنت. حسب سن الزوجة وطبيعة الزوجة. الزوجة إذا كانت كذا كان مزاجها حار وتطلب عندها الرغبة الجنسية فلازم يشبعها، لأنه هذه ما تقدر تشبع إلا عند هذا الزوج. زين فإذا هي راغبة كل يوم فلازم كل يوم. إذا راغبة إذا تقدر على كل أسبوع، هو طبعا من جهة الصحية الأطباء يقولون على الأقل العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة بالأسبوع 3 مرات. هذا فضيلة الشيخ إذا ما كانت متكافئة، يعني احنا نعرف أنه بعض الأزواج تكون عندهم طاقة جنسية هائلة، والبعض الآخر المرأة تكون المرأة إذا ماكو توافق. بما أن المرأة ما عندها حل آخر، إذا كانت المرأة ما تتمكن للزوج كان الزوج يحق له يروح يتزوج وحدة ثانية. زين. لكن بما أن إذا الحالة معكوسة الزوجة لا يحق لها أن تتزوج شخص ثاني، شنو تسوي؟ فلازم يشبعها، إذا يقدر بالشكل الطبيعي يستعمل أفضل.
ما قدر يستعمل اكو حبوب موجوده في الصيدليات موجوده اكو حبوب منشطه بحيث اللي تعطيه القدره على الموضوع او اكو اكلات معينه يعني ضربنا المثال سابقا بانه اذا استعملوا البيض مع البيض مع البصل البصل المشوي مثلا او البيض مع البصل المقلي مثلا واكو هناك اكلات كثيره مبهيه الزنجبيل مبهي موجود في الاسواق التازه موجود والبودره موجود يعني كثير من الاكلات موجوده اللي تعطي طاقه للرجل على اي حال انا اتذكر المرحوم العلامه الطباطبائي صاحب تفسير الميزان تزوج وهو في كبر عمره وحده كانت ناذره نفسها له فتزوجها من لا شاره من لا شاره تزوجها بس كانت شابه فكان عنده طبيب خاص يجي كل اسبوع يضربه ابره مقويه منشطه حتى يتمكن من المعاشره يعني بالنتيجه هذا واجب عليه ماكو فرق بين ان يجيب خبز الصبح للبيت يطلع الصبح يجيب خبز للبيت او يامن زوجته من هالجانب هذا النذر يصح فضيلة الشيخ يعني عندنا كثير من المواضيع هي نذرت نفسها يجيبون للسادة هواية أكو نذور احنا ما موفقين بس يجيبون للسادة نذور فالسيد يجيبوا له نذر فيصير زواج يعني هو نذر نذر شرعي مو مجبور الرجل يقبل ولكن يعني يقبل ويهب يقدر يقبل ويهب فيما إذا كان النذر شرعي ولكن إذا قبال فيصير زواج يعني الصيغة تصير مو بذل تصير زوجتك نفسي وتزوجها بعقد معين أو ببهر معين فيصير زواج هذا الزواج يوجب الحق للطرفين بأن كل واحد يشبع رغبات الطرف الثاني بالقدر المتعارف إذا كانت هاي المرأة عندها قابلية باليوم 5 مرات والرجل مو واجب عليها هذا الشيء يعني ما يسمى بمعروف المعاشرة بمعروف يعني الشيء المعتدل المتعارف جميل الأخ أبو زهراء أيضا يعني ذكر مسألة مهمة قال على قضية إبراء الذمة بالنسبة لي إذا أبرأت الذمة ماكو إلا اللهم إذا كان مكان الصفع مثلا كمثال مكان الصفع صار أحمر أكو كفارة وموجود في الرسائل العملية في باب الكفارات هذا موجود أكو إذا صار لونه بنفسجي إذا صار لونه أسود هذا موجود بس بالنتيجة إذا تمكن من أن يطلب رضاها ورضيت هي يسقط الموضوع نهائيا جميل جدا فضيلة الشيخ مسألة مهمة قضية الضرب يعني هل مسألة الضرب مفردة الضرب ذكرت في الكتاب المقدس في القرآن نعم طيب نعم يعني أعتقد أنه وقت البرنامج ما يسمح لنا أنه نكمل الحمد يعني لله هو الحمد لله وإلا كانت المشكلة الطامة الكبرى أعتقد أن المشكلة ستستمر لأننا سنؤجل طرح اليوم إلى يوم غد لأن احنا بحاجة إلى فهم أوسع أهلا وسهلا والمشكلة أنه احنا بقى عندنا شق ثاني مع الأسف ما قدرنا أنه نكمل مع الأطفال والأطفال أيضا هي مشكلة مهمة طبعاً اليوم طبعاً احنا مشكلة مهمة يعني كآباء أيضا نقوم ب فمبدئيا من هنا إلى يوم غد حتى نناقش موضوع الضرب نعم لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته مهما بلغ الأمر زين لا يجوز للمرأة أن تضرب زوجها مهما بلغ الأمر لا يجوز للاثنين أن يضربا أولادهما مهما بلغ الأمر طيب. بعد عندك وقت حتى أعطيك مثال يعني دقيقة واحدة المحبة الوئام والمحبة القرآن الكريم يعبر عن مودة ورحمة المودة فرد معنى الرحمة أعلى من المودة يعني إذا الزوجين إذا تمكنا أن يلاقوا يلتقوا أو يتلاقوا في طريق معين هذا الطريق مليء بالورد مليء بالريحان هذا أحسن مما يفكروا في جوانب أخرى الرجل في إيجاد العقوبة ما لازم يدورون على حقوقهم يدوروا على محبتهم أحسن إذا كانت المحبة مهما كان الضغط على الرجل أو على الزوجة راح يتحمل الواحد الثاني ممتاز وهذا ثابت إذا كان غرفة النوم كان بنجاح ثابت أنه المرأة تتحمل النهار كله وكل المشاكل كل ما يقع عليها حتى لو ماكو فلوس حتى لو أكو كل شيء من المآسي لكن بشرط اللي
ان شاء الله ساؤجل ايضا يعني ما بدي انه اطرحه بعد ان شاء الله الى يوم غد. يعني ختاما فضيله الشيخ محمد تقي الذاكري المفوض السامي لمرجعيه السيد الشيرازي، شكرا جزيلا لك على ما طرحته وما تفضلت به في حلقه هذا اليوم. الله يسلمك. الشكر موصول لكم سادتي أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. إلى هذا ما يسمح بوقت البرنامج حقيقة، وإلا الاتصالات الأخوة في الكنترول يشيرون عليه أنه كثيرة جدا وكثير من الناس أبدها أنه تشارك ومعانا في حلقة اليوم، لكن إن شاء الله سنكمل يعني إذا استمرت الحياة وإذا بقينا وبقيتم على قيد الحياة سنكمل غدا ما تركناه في هذا اليوم أو ما لم نستطع إكماله في حلقة هذا اليوم. إلى هنا نأتي إلى الختام، وختامها مسك بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.